كلامنا ما بينتهيش، لأننا في بلد قررت تكتب تاريخها على أرضها، فسمت شوارعها باسم عظمائها وأبطالها، علشان تفضل الناس فاكراهم على مر الزمن. يلا بينا نعرف حكايتنا النهاردة. الغنايم هي أحد أهم مراكز محافظة أسيوط، تقع على بعد 40 كيلومتر من مدينة أسيوط، وحوالي 440 كيلومتر من القاهرة، واللي بيخليها قريبة من قلبي إنها مسقط رأس أستاذ الفاضل وأستاذ الأجيال الدكتور أحمد داوود، الرجل العظيم صاحب الأيادي البيضاء عليا شخصياً وعلى أجيال كتيرة من الصيادلة المصريين في الغربة، وسليلة عائلة داوود أحد أكبر عائلات مركز الغنايم ومحافظة أسيوط. وما نقدرش ننسى كبيرهم اللواء محمد داوود، أحد أبطال حرب أكتوبر 73 المجيدة، وطبعا هم فرع كبير من عيلة الشوابنة العريقة. أصل تسمية الغنايم جاي من سعيد بن غنيم، وهو من نسب الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي جه من اليمن لمصر مع عمرو بن العاص رضي الله عنه ضمن جيش الفتح الإسلامي لمصر، وسكنوا الصعيد وأسسوا مدينة الغنايم بأسيوط. بعدين انتشروا في أنحاء مصر وفلسطين والأردن وسوريا وإيران وباكستان. لكن يرجع تاريخ الغنايم لأبعد من كده، للعصر الروماني، فما زال يوجد بيها بعض أطلال من مقابر الرومان والفراعنة حتى الآن. يمكن نكون خلصنا حكاية النهاردة، لكن مصر حكاية كبيرة عظيمة ما بتنتهيش. سلام.